الساعه اللي دابا اللي غيزيدوا ما في الاول انا ما كانش كتهمني، لا كل واحد كيفاش كيشوفها. الناس اللي خدامين في القطاع اللي كيمشيو بكري مع 5 الصباح راه ما مزيانش ليهم، والناس اللي كيفيقوا حتى العشيه وكيخدموا مع الجوج الوحده ما عندهمش دخل فيها، لان وقت ما جا وقت ما سالا ما غيكونش عليهم ضغط. اما اصحاب المدارس الساكن اللي كيمشيو مع الصباح واكثرين اللي كيمشيو في العروبيه وما كاينش الضوء وداكشي كتكون قاصحه عليهم، اللي تما فين كيكون المشكل. النهار كيدوز زوين بلا ساعه زايده، هي كتفيقي فات هي الوحده جوج فهمتي، هي كتجي جوج خصو يمشي مدرسة فهمتي، يعني لوغيغ شوية ما عجبتناش صافي صراحة، تبقى ساعة عادية أحسن. كيدوز نهار زوين وكي ساعة ثقيلة فهمتي، ماشي ديك كتجري دغيا هاي دغيا بحال دابا العشية، كون كان دابا الساعة زايدة دغيا تلقى 6 العشية 7 8 فهمتي، يعني كتكون باقي ما قضيتي والو. إيه واش غندير، أنا غادي معاهم كيف ما داروك غادي معاهم عادي. عندي بالنسبة للساعة نمت ينعس بكري تجي يفيق بكري، لا زايدة ما ناقصة بالنسبة ليا. سا ديبو الناس اللي كتسهر والناس اللي عندها شي خدمة اللي هي ما كتحملش هاد الساعة تكون عنده، ولكن بالنسبة للإنسان اللي ينعس بكري ما عنده مشكل. ما عندي حتى شي مشكل فيها، أنا إنسان العمل عندي حر، ندخل شويه الصباح معطل واخا نتعطل في العشيه ما عنديش اشكالات، ما كاين حتى شي مشكل صافي تبقى ماشي مشكل. رجعوا للاصل كيف كنا زايده، والانسان تيتشكى من النوم ديال الليل، الانسان يعس شويه بكري علاش يبقى سهران حتى الليل؟ الانسان اللي تابعوا العمل في الصباح راه خصو ينعس شويه بكري، بس الصباح ان شاء الله كيف قالوا الناس الاولين قال لك الفياق بكري والدم مشري. انا بالنسبه لي انا حر في الخدمه ديالي ما كتقيسنيش، يعني عندي ساعه زايده ولا ناقصه ماشي مشكل، عندي البروغرام ديالي يعني ماشي مفروض باش نفيق مع ديك الساعه اللي دايرين هما. وانما بالنسبه للناس الدراري الصغار واللي كيقراو واللي خدامين في المؤسسات ومفروض عليهم كتجيهم شويه قاسحه، حيت كتولي عاوتاني خص تزيد المجهود باش يعني باش تدرك الوقت باش تفيق توصل للخدمه في الوقت اللي خصك توصل فيها، يعني زايده عليك ساعه ديما زايده عليك ساعه. وفي العشيه ثاني نفس المشكل، ولكن انا واش معها ولا ضدها، يعني انا ضد ساعه حيت ما بغاوهاش الناس، يعني خصنا نمشيو مع المجتمع باش حتى المجتمع باش يكون باش يعطيك واحد الانتاج خص دير ليه داكشي اللي بغا، تعطيه الوقت اللي بغا، ماشي دير الخاطر لواحد الفئه معينه اللي هي صغيره وتضرب 90% ولا 80% بعرض الحائط، وبالتالي ما يبقاش الانتاج.